الحمد لله حنا مزيانين وحنا منشطين وفرحانين وكل شيء مزيان. ايوا حنا ساكنين هنايا مع الاباء بحال الاخوت، حنا مزيانين وفرحانين بكم ورانا تجيبوا لنا النتيجه ونتمنوا الخير ان شاء الله للجميع. كنتوقع المقابله شويه صعيبه بصح ان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله يكون الخير. غادي حتى الدراري يلعبوا مزيان، حتى عندنا اللعابه الحمد لله مزيانين، تكلوا عليهم ويجيبوا ان شاء الله النتيجه ونمشيو للفينال ان شاء الله. الاحساس ديالي اب انا نعرف بلي الدراري الله يرضي عليهم وعارفين يلعبوا مزيان، والنتيجه 100% ان شاء الله نتاع المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله كنتمناو الى كتاب. وعلاقه بيناتنا كاباء بحال الخوت، والله الا بحال الخوت. حنايا كان يومين جميع ما كنتفارقوش مع بعضياتنا، والنساء ديالنا كيف بحال بحال النساء ديالنا، وكجميع كيتفارقوا كيلوغيسترو الجميع. ايوا راهم مزيانين ان شاء الله ونتمنى النتيجه، وان شاء الله كنتمنى غير النتيجه ان شاء الله العشيه يتاهل ان شاء الله الفينال ويجيب ويربح الكاس ديال افريقيا بمشيئه الله، يفرح الاباء والشعب والجماهير المغربيه كلها ان شاء الله. ايوا كشعور ديال كل ام تتبغي ولدها يوصل ويربح ويوصل لاعلى المستويات ان شاء الله الرحمن الرحيم. شعور عادي يعني، تتمنى كل ام تشوفوا في ولدها ان شاء الله يكون تشوفوا كامبيون كما تنقولوا. شامبيون. علاقات دوزنا العيد في الحقيقة مزيان بزاف، وعلاقة طيبة مفاهمين بزاف، وتنشكر لا فيديغاسيون اللي سحتنا الفرصة بأننا عيدنا معهم وعيدنا مع وليداتنا. كانت التفاسة في الحقيقة جد رائعة. بالنسبة للاعب أيمن الوافي، أنا سهرت على التدريب ديالو من الصغر ديالو من اللي كان عنده 7 سنوات مع باقي المدربين في مدينة طنجة، وبعد نوصل سن 12 سنه جا لعب مع منتخب ديال الشمال عصبة الشمال، وكان اختارهم السيد الرياضي كان الملقب بالرياضي محمد بن طالب، اختارهم من المنتخب المغربي رفقة ايمن الهاشمي ولدي اللي كيلعب حاليا في كوتريك مع الفريق الامل ديال كوتريك. أيمن الوافي لاعب خوي، لاعب صاحب اليسرى الساحرة، صراحة لاعب مميز، لاعب قوي، صاحب البنية، لاعب عنده مستقبل كبير في المنتخب الوطني. تهافتت عليه الفرق، أنا تبعته في إيطاليا من ليفورنو، هيلاس فيرونا، قبل ما نمشي هيلاس فيرونا لاعب تبعت فيه أنتر ميلان وقع لهم صداع مع يوفنتوس. المهم اخيرا استقر في هيلاس فيرونا ودخلت عليه هذه المراحل الاخيره في شهر 6 فريق لوغانو السويسري، وعقد معهم مدافع قوي ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنىهم يفوزوا بنصف النهايه اللي هذه ويتاهلوا للفينال ويديوا هذا الكاس يمثلوا الأمة المغربية ويشرفوا الكرة المغربية كما شرفوها المنتخب الكبير. وخير دليل على ذلك راهم ماشيين في واحد ثبات، مدرب عصام شرعي مدرب كفء بلجيكا كنعرفوا حق المعرفة، مدرب قوي عنده كلمة ديالو. رسالتي اليوم إن شاء الله ما كاينش غير الفوز باش نوصلوا حنا نلعبوا الألعاب الأولمبية، لازم نفوزوا بهذا الماتش هذا ونفوزوا بكأس افريقيا باش يفتح لنا الطموح ذات الشباب اللي كاين في المغرب. وشكرا للجميع، وان شاء الله الفوز للمغاربه وديما مغرب. بالولاد بالمنتخب بولادنا الله ينجحهم يجيبوا لنا الكاس ان شاء الله، ان شاء الله نربحوا هذا النهار، هذه هي الامنيه ديالنا، والله ينجحهم كاملين وان شاء الله يزيدوا القدام يا ربي. احساس كبير ما نقدرش نصوره لك، احساس ديالي فرحانه انا هنا موجوده في المغرب، وعيدنا معهم كان واحد الفرحه كبيره، مشينا عندهم كان مزيان داك الشيء، الاستقبال كان مزيان، وعيدنا مع اولادنا كنا ما شفناهمش 3 سيمانات قبل، المهم عيدنا معهم كنا نشوفوهم في الماتش في التيران ماشي
وكان مزيان الحمد لله، وفرحوا بنا وكبروا بنا. مزيان الحمد لله، الحمد لله. انا فرحانه بزاف والله. نقول لولدي الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، انا فرحانه بك، الله يوصلك ربي فين ما بغيتي ان شاء الله يا ربي، بالتوفيق وبالنجاح للوليدات كاملين والترينه وكل شيء بهم. المهم فرحانه بهم، كنتمنى ليه التوفيق وكنقول ليه ثق في راسه، وكنتمنى ليهم كاملين التوفيق وبون كوراج ليهم كاملين. كل صراحه كاين الخلعه، كاين شويه الخلعه، وميم طون كاين الخلعه كاين الفرحه، وكنتمنوا ليهم خير ان شاء الله. هي بكل صراحه اجواء زوينه، وكنتمنى ليهم الخير، هادشي اللي كنتمنى ليهم. لا انا بصراحه ما غاديش نمشي نتفرج، غنفضل نمشي المسجد، كاين هنا قريب لوطيل، غنطلب الله الله يوفقهم الله ييسر لهم امورهم. هادشي اللي غادي نقول، في واحد الخلعه كاين ستريس صراحه، وما بغيش نشوف ولدي حتى هو معصب، وهادشي اللي غادي نقول.